الله أكبر عليك يا بشار، الله ينتقم منك يا بشار. حيث أنه لم يبق على شيء. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار، الله ينتقم منك يا بشار. وهذا هنا أيضا مشروع آخر، مشروع زراعي، لقد تم إحراق جميع محتوياته من الأنابيب الزراعية. الله أكبر، لم يبق أخضرا ولا يابس في بذل التفتناز. الله أكبر، فقد تم إتلاف وإحراق جميع المشاريع الزراعية. انظروا يا عرب، انظروا يا مسلمين، حتى الفلاحين، انظروا يا عرب، انظروا يا إسلام، حتى الفلاحين لم يسلموا منهم. الفلاح الذي يزرع الأرض ويطعم الناس، الله ينتقم منك يا بشار. وإسلاماه وعرباه وإسلاماه. وهذا محرك المياه من أجل استخراج المياه، مضخات المياه الزراعية. المحرك إرهابي هذا المحرك إرهابي ومندس، فقد قاموا بإحراقه، فقد قاموا بإحراقه وتكسيره. هذه مضخات زراعية من أجل روي تلك الأراضي، تلك الأشجار. الله أكبر عليك يا بشار، حتى شجر لم يسلم منك يا بشار، حتى شجر لم يسلم منك. حتى حظيرة الحيوانات، حظيرة الأغنام لم تسلم منك يا بشار، كما لم تسلم منك الحمير من قبل. والله أنت والحمير سواء يا بشار الأسد. والله الحمير لا أحن منه.